حياكم الله شباب، في فيديو جديد. اليوم راح ناخذ جيم بلاي سيريال التايب 99 الهاوتزر الياباني، طبعا هو المدمر الياباني التايب 99. طبعا بي ار بي جي مع سناب 7.0 زي ما تشوفون العلامة اللي هنا موجودة اللي هي لها علامة الهاوتزر. طبعا نزل في اخر تحديث اللي هو اير سوبرتي. طبعا زي ما تشوفون الريلود عندها 7.5، طبعا ريلودها مرة ممتاز اللي هو اوتو لودر يا شباب. طبعا نزول مدفع سالب 2، طبعا مرة ما عندكم جن ديبريشن يعني راح تاني نفس الروسي. ايضا دوران البرج مرة سيئة يا شباب. الدروع يا شباب زي ما تشوفون ما في دروع، طبعا لان الدبابة تعتبر مدمرة حديثة، او هذه دروع المدمرات الحديثة في العصر الحالي زي ما تشوفون، يعني ما هي يعني مدمرة من الحرب العالمية الثانية. وهذا بسبب يعني يكون تنقلها يعني سهل وخفيف، يعني عشان ما تعاني الدبابة في التضاريس. طبعا المحرك راح يكون 600، ايضا صراحة راح يكون مرة يعني ممتاز، يعني لا بأس به، يعني صراحة جيد جدا. 50 كيلومتر في الساعة. طبعا زي ما تشوفون الدبابة يا شباب ما فيها دروع، يعني 20 ملي تكنس. يعني طبعا زي ما تشوفون الامو راح يكون مخزن في البرج، يعني بمجرد طلقة تخترق دبابتك من البرج راح تروح عليك الدبابة زي ما تشوفون. طبعا 4 في البرج، 1 سايق. طبعا ايضا موجود في افتكال او ال 12 ملي الرشاش، مرة ممتاز للطائرات. ايضا المدفع راح يكون عيار 155 ملي، مرة ممتاز يا شباب المدفع هذا. طبعا ندخل في الموديفيكيشن اللي هو عندنا اول طلقة 107، مرة ممتازة يا شباب اللي هي سرعتها 940، لكن الاكسبلوسيف او الانفجار حقها قليل، يعني لكن انفجارها على جميع الزوايا 61. طبعا ينصح يا شباب انك ترمي وجه اي دبابة. بالنسبة للدبابات اللايت او الخفيفة او المضادات عادي فترميها في اي مكان، لكن الدبابات الثقيلة او المتوسط الحجم ينصح انك ترمي وجه البرج. وجه البرج يا شباب عشان تنزل قذيفة في بطن الدبابة او سطح الدبابة، لان جميع سطح اي دبابة ضعيف ما يتجاوز 20 ملي او 25 ملي، او تحت الجنازير اي دبابة. طبعا هذه القذيفة الأولى. عندنا قذيفة الفيوز وهذه ممتازة للطائرات والهليكوبتر، مرة ممتازة وفعالة، وأيضا للدبابات المركبات، لأن هذه راح تتفعل بمجرد إنك تقيس المسافة، يعني بمجرد إنك تقيس المسافة على أي مركبة، مركبة الأرضيات يا شباب راح تنفجر عندها القذيفة هذه راح تلاحظ. أيضا ممتازة للطائرات، بمجرد تكون قريبة من الطائرات راح تنفجر. أيضا عندنا ال 15A2 مرة ممتازة هذه يا شباب، اكسبلوزف ماس او TNT مرة عالي فيها، ايضا سرعتها مرة ممتازة اللي هي 940، مرة ممتازة. انصحكم تاخذون هذه يا شباب. موجود عندكم قذيفة السموك، لكن الصراحة انا ما باخذها لاني ما منها فايدة عندي. الدبابة زي ما تشوفون ما فيها لا رينج فايندر او معيار مقياس المسافة، ايضا ما في موجود اللي هو السموك. طبعا لانك انت هاوزر اساسا شغلك من بيت. ايضا الشيء الحلو في الدبابة اللي هو الزوم مرة ممتاز يا شباب. الزوم اللي هو 8 في 15 مرة ممتاز وجبار يا شباب، يحسسك ان دبابة العدو قريبة من عندك، من قوة يعني تقريب الدبابة عندك تحس انها قريب ولا هو بعيد. زي ما تشوفون مرة زومها ممتاز، اللي هو الكنر اوبتيك. طبعا للأسف الكمندر ما يمكن يتحكم، مدفع فقط اللي هو الفيفتي كال. طبعا اذا مات الكمندر ما راح يتحرك عندك الفيفتي كال. ويا بنصل كذا نهاية مقطعنا، ونخليكم مع الجيم بلاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندنا أول جيم بلاي، طبعا زي ما تشوفون عندي نوعين من الذخيرة، راح أخذ أقوى ذخيرة زي ما قلت يا شباب اللي هو ذخيرة عائلة الانفجار أو تي ان تي، فيها مرة قوي. طبعا هذا أول جيم لنا دومينيشن في ماب ثاندر كلاود. طبعا انا نزلت على جي سي او تشارلي، لكن انا راح انطلق للبي. طبعا زي ما قلتكم يا شباب ليش انا ما رحت للسي، لان المكان هناك يعني مره يعني حق انص او كذا. زي ما قلتكم يا شباب الدبابه ما عندها الدبريشن، فاذا انا لازم اصوب على او ارمي على اي عدو فلازم اطلع من ورا التبه، يعني انا ما عندي الدبريشن زي ما وضحت قبل، يعني جلد برشن عندي سالب 2، فهذا ما يساعدني مرة كثير. فإذا برمي على واحد لازم أطلع من ورا التبة، فهذا مرة شيء خطير عليه، فبيمكن أي شخص أو أي دبابة تقنصني. وزي ما تشوفون الدبابة مرة البرج فيها مرة كبير ما شاء الله عليها، يعني وهذا بسبب يعني تخزين الأمو في البرج. طبعا بالعادة يقطعون من هنا، لكن بصراحة ما أشوف أحد لأني أنا مستغرب، لأن العدو دائما أي شخص يبغى البي
راح ينقلب من هنا، لكن هالمرة ما في أحد، ممكن الكل نزل على الألفا. طبعا أنا راح أخش من هنا، أنا ما أبغى أشتبك مع أي واحد يعني وجه لوجه، ونخش في مكان يعني مفتوح، فهذا مرة يعني خطير علي أو خطير على الدبابة. يعني الدبابة زي ما تشوفون يا شباب، زي ما قلنا ما تتحمل. ليش؟ لأن القذائف كلها في البرج، فأنا حاولت أقلل منها، يعني أخذ منها 17 زي ما تشوفون، لكن مرة يعني باقي القذائف في البرج. طبعا في هنا تايجر، عفوا في هنا تير 40، اسمع صوت هنا تير 40، التايجر خوينا الالمان، خوينا ضدنا الروس والالمان، عفوا الامريكان. طبعا في صوت هنا قريب، لكن خوي راعي التايجر ما هو منتبه الصراحة، شكل الرجال مرة مسطل على اخر شيء. راح اعطيه تنشن او علامة خوي، هذا هو تير 40. حلو حلو حلو، زي ما قلت يا شباب لازم اضربه في وجه اي دبابة، حاول تضربني في وجه اي دبابة عشان تضمن ان طلقة تاخذ من ون شوت. طبعا تير 40 ترى مرة دروع جوان مرة قوية، ما هي بقوية لكن راح ترد ضربتي، يعني راح يعيش، فانا ضربته في الوجه. ليش؟ لأضمن الطلقة. ايضا التايجر، ايضا الامريكي، ايضا اي دبابة حاول تضربني في الوجه في القليل هذا، عادي لو تضربني في الجنزير من تحت البطن الفار. بس للامن انك تضرب في البرج عشان تضمن الطلقة. طبعا طلقات هاي اكسبلوسيف ميزتها انها تشيل دبابة من ون شوت، يعني ما تحتاج فيه شيء اسمه كريتيكال او ديمج او مدري ايش، لا لا تشيل دبابة من ون شوت. طبعا احنا اخذنا البي. طبعا في برضه في واحد هنا قريب، لكن الصراحة ما اسمع بسبب كثرة الأصوات عندي، فهو موجود هنا يا يمين يا يسار، فأنا راح أتراجع. راح أخذ ألف يمين أو أخذ بلانك، وأخلي خوي أو زميلي يمسك المكان هذا. طبعا أنا راح أحدد العلامة عشان خوي ينتبه بالضبط من وين يطلع. طبعا أنا راح أتأكد هل هو قريب من هنا أو من هنا. طبعا المشكلة إذا جاء من هنا، فأنا راح أتأكد، راح أكون جنب البرج. راح طبعا انا ما استبعد ان احد يجي من الاي او من المكان اللي رسمونه ثاني. طبعا المكان هذا دائما في العاده اطلع منه او نكشف الشباب اللي في الاي. طبعا انا اتاكد مشكل هذا الكشك او البوفيه هذه اللي حاطه هنا، راح اكسرها عشان الزوب حق الكاميرا بعد شوي. طبعا هو موجود هنا تير 40 او تي 34 حاجة زي كذا، هو المشكلة انه محرك الروسي. طبعا انا اميز الروسي بمحركات عن الالماني وعن الامريكي. طبعا خوي حدد ان في واحد جاي يسار ايضا ايضا. ايوه 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 هذا ايش، ايس 2؟ لا 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 ايس 3، هذا ايس 3، ايس 3، ايس 3 هذا مشكلة لنا. طبعا انا راح اضمن الطلقة، اضمن الطلقة، فانا راح اعطيها في الوجه. طبعا هو ما يدري. اوكي حلو، وان شوت بيوتيفول، جميل. اوكي طلع الثاني، هذا اللي كنت خايف منه. مشكلة مشكلة، اقدم واحد تي 44 داتش 100، هذا اخطر شيء. طبعا ننزل ثاني مرة يا شباب وندعس على خوينا، لان خوينا في اشتباك الان، اشتبك مع اثنين، فانا احاول يعني افزع له. طبعا موجود 44. اوكي حلو، الوان شوت يعجبني الطلقة اللي تابع. طبعا هذا تير 40، اوف يا عيني يا عيني على الصبة، الصبة هذه مرة قبلتني الصراحة، اشكر الله ومثل الصبة هذه. طبعا خوي طلع عليه، معنى بي ام بي، بي ام بي ما ادري ليش يعني. حلو حلو، اما ثلاثة ايس 2، ايس 2، ايس 2. طيب هم ثلاثة، طبعا يعني اثنين تير 40 ايس 2. طبعا في تير 40، في تي 44 يا اخوي، في تي 44، في تي 44 الثاني غير هذا اللي ذبحته. طبعا البي ام بي اشتبك معي، انا داري في واحد الحين. طبعا انا راح اطلع عليه. طبعا الشغله هذه انتحاريه يا شباب، لا حد يسوي مثلي، انا راح اطلع عليه يعني بايعها مره. حلو حلو، وان شوت حلو، الحمد لله الضربه راحت في الانجن، الحمد لله الضربه راحت في الانجن. طبعا غادي هي ضربته في الانجن. طائره 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 طائره، هت 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 هت. ساب 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 ساب، طايرة طايرة طايرة. طبعا خوي يصلح لي. طبعا الطائرة مشكلة مشكلة، طبعا الطائرة مجرد تشوفنا فما راح تخلينا. طبعا زي ما قلت لكم يا شباب، فروع الهاوزر هذا مرة ضعيفة ضعيفة. طبعا اللعيبة اللي يعرفون هذه الدروع ضعيفة راح يستغلون، او راح يستغلون الفرصة. طبعا هذا الساب الساب الساب،
طبعا لو معي فيوز قذيفة راح اطلق عليه وراح تفجر من وين شات، لكن انا مشكلة ما احب الطلقات اللي تكون يعني اختراقات او التي ان تي فيها مرة بعيد كرتيكال. طبعا مش اللي راح عندي ممكن انجن او الزيت راح يقل. طبعا اعطت من حاجة بسيطة، طبعا هذه طائرة ثانية. طبعا زي ما تشوفون يا شباب الدبابة برجها بطيء وانا لازم الف الدبابة باكملها، يعني اي تو راح اعطي لفتيمة تنشن او انتباه، يعني تبون المضادات، المضادات اللي معنا اظن ما في مضادات معنا. طبعا التيم كله حلو، هذا انتهى. الايرن ايضا فطس، حلو حلو ممتاز. احنا راح نتقدم او نمسك البي، اقل شيء راح نمسك البي. طبعا في واحد جاي هنا، في واحد جاي هنا، خوية يحدد علامة صفراء لكن ما ادري وش نوع الصراحة، شكل امريكي، اعتقد انه امريكي. طبعا هو امريكي، الصوت صوت امريكي، في اما تي 26 او شير من حاجة زي كذا. طبعا انا راح انتظر من هنا وراح يطلع من هنا، انا متأكد ان صوت من هنا. اوف وان شات، مرة ممتاز. هذا اللي يعجبني في الطلقات يا شباب، الطلقات هذه مرة ممتازة الصراحة، والله العظيم اني احب هذه الهاكس بوس. طبعا تي 26 اي 5 هذه مرة ثقيلة يا شباب، ودروعها مرة قوية الامامية. طبعا ما قصرت الذخيرة او القذيفة، شالته من وان شات وريحتنا من تي 26. طبعا في طائرة ثانية، طبعا مشكلة الطيارين ما يدرون في دبابات خفيفة او دبابات هاوزر ما يفهمون. طبعا انا راح اتقدم انا خويه في المكان هذا الحديقة، طبعا لان الصراحة ندري المكان هذا راح يكون اكبر ضغط، لكن نحاول نفك الضغط عن البي. حلو اخويا شال الام 42، نحاول نفك الضغط على الفاء عشان تيبنا يعني يشتغل صح، لان الفا يحاولون يضغطون عليها باقي التيم. طبعا هذا رسبونهم او مكان الرسبون او المكان اللي يعدون من الفا. طبعا في واحد الفا انا ما اشوف الصراحة، في واحد جا ورا، في واحد جا ورا، وفي واحد جا ورا، وفي واحد رجع ورا ورا ورا. اما هاوتزر، اما هاوتزر امريكي 109، هذا مرة بعد قوي ذا، هذا هو يشوت من منطلقة بس بأي مكان فيني، راح يشوت من وين شوت. طبعا بم راح، أشوفك الهنجر يا حبيبي. طبعا 109 مرة بعد قوي، قذيفة قوية. الطيران الطيران شافنا الطيران، مشكلة أكبر مشكلة. زيد السيو زيد السيو زيد السيو، لا خل اسحب عليه زيد السيو، خليه بيرشينج وان شوت. حلو شفت هذه من هذا. طبعا انا اعرف وين اضرب يا شباب، لو مرة تشوفوني اضرب يعني الجنب، لاني اعرف ان بعض الدبابات وانا بضيع زي الدرشينك يعني تكون جنبها تحت اقل من 10 ملي. انا ما اضرب التايجر من الجنب، اي تايجر ما اضربه من الجنب زي الضربه هذه، ما راح اضربه زي كذا. تايجر راح اضربه في البرج لان هذا دروع من الجوانب مره قويه ارمان خاصه. ايضا الروسي فتير 44 راح يكون فيها سبيس ارمر، تير 44 العادي عادي اطلق له. بعد راح اصلح التيمي، انضرب تيمي من الطيران او خوية. طبعا وموجودين هلفا كثير يعني، ففي واحد اخذ برافو، في واحد اخذ برافو، ام 41 في واحد اخذ برافو. راح انتش الخوية، خوية راح اعطي ليشن. طبعا ضرب علينا ارتليري يا اخي كيف يسق هذا ام. حلو حلو وان شوت على طول ضربته وان شوت، اعرف انه اذا لايف على طول اضرب في اي مكان. ام هاوتزر ثاني، وش الهاوتزر هذا وان شوت يا حبيبي. يلا طبعا هذه دروعهم يا شباب انا اعرفها، طبعا اخذ من الجيم. طبعا اعرف دروع الدبابات هذه مره ضعيف ما تتحمل القذائف زي هذه. فزي ما تشوفون يا شباب هذا الجيم بلاي، والدبابه يعني الصراحه مره يعني جيده جدا، وتصلح للناس اللي يكمبرون او الناس اللي يكنصون، يعني مره زوم ممتاز. اتمنى ما قصرت في شيء، ونشوف في مقطع اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.